حلقة خاصة من برنامج الشريعة والنعمة بعنوان الانتخابات ما بين الديمقراطية الليبرالية والشريعة الإسلامية. ضيوف الحلقة الأستاذ مجدي خليل، الثقافة العربية راحوا حطوها في داخل الإسلام، داخل التراث الإسلامي، الدكتورة وفاء سلطان. هل ما نراه في العالم الإسلامي اليوم يدل على أن محمد ترككم تعيشون نعمة ما؟ الدكتور تيسير الآلوسي، لم يكن المواطن مأمون على حياته من كل الأطياف. الشيخ غيث التميمي، يعني فقه الجهاد يصلح أن يكون تاريخ، كتاب يدرس كتاريخ. والأخ كريم الإيراني وضيوف آخرين. كل من غام بالقتل هو مجرم حسب الكتاب المقدس. هذه الحلقة تلتقون معها على البث المباشر يوم الجمعة الموافق 16 فبراير شباط في تمام 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا، 8 مساء بتوقيت العراق، 7 مساء بتوقيت القاهرة. فانتظرونا.